مساحة لبعث الأمل عبر شريان الحياة تبعثها ألف شجيرة وجدت لنفسها موطنا بسيدي موسى. هذه ألف شجرة كمرحلة ابتدائية سوف نمر إلى كما يقولون نوسع المجال تاع التدخلات تاعنا في مجال غرس هذه الأشجار. هي الأشجار هي ترمز للحياة، ترمز كما يقولون الأكسجين الذي نتنفسه، وكذلك تعويض الشيء اللي تخرب في الآونة الأخيرة على مستوى بعض الولايات على القطر الوطني. راح نقوم كذلك بعمليات أخرى في الأيام القليلة القادمة. حملة تشجير كسرت الرسميات بين المشاركين من إطار فرعوني وأمني إلى عسكري مدني فجمعوي، الكل اجتمع يدا واحدة. كشركة كل ما يطلب منا باش نشاركوا سواء بالأشجار ولا بالأعضاء نتاعنا والعمال نتاعنا رانا واجدين اليوم، ونزيدوا إن شاء الله اليامات في هذا الربيع هذا الجاي نزيدوا نديروا حملة واحدة أخرى. هي رسالة تشبث بالحياة تخطها الدولة ليحتضنها المجتمع المدني بلسان البراءة. نغز الأشجار علاه؟ تعطيو لي ثمار ولا هذيك؟ جينا نغشو بود الغابات. خلوهم محلقوها. لا لحرق الغابات.